ما وراء بيان محافظ البنك المركزي الذي لوح فيه بالاستقالة؟ هل هو تباين للرؤى أم صراع أجنحة داخل الشرعية؟ وما مدى ارتباط بيان معياد بمساعي تقويض الشرعية في المناطق المحررة؟ أهلا بكم. بيان لمحافظ البنك المركزي فهم منه اتهام محافظي مأرب والمهرة برفض نقل إيرادات فرعي البنك المركزي بهما إلى البنك المركزي بعدن، وهو اتهام أثار ردود فعل متباينة في الرأي العام حول ضرورة ترتيب وضع العاصمة المؤقتة عدن. معياد دعا في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك إلى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن كخطوة مهمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحلولة دون انهيار العملة الوطنية، ولوح باستقالته في حال لم يحدث ذلك. عاد معياد بعد ساعات مستغربا من توظيف تصريحه ضد الشرعية وسلطات مأرب، معلنا في تصريح مناقض بدأ خطوات ربط البنك المركزي بمأرب بالمركز الرئيسي قبل أيام بتوجيهات ومتابعة رئيس الجمهورية وبتعاون كامل من وزارة المالية وسلطات مأرب المحلية. إذن بعد البيان والتصريح الذي تلاه نتساءل، ما الذي يهدف إليه محافظ البنك المركزي يا ترى؟ عادت قضية البنك المركزي للواجهة مجددا، وتحولت قضية توريد الإيرادات وربط فرع البنك بالمركز في عدن من قضية اقتصادية سياسية إلى إحدى قضايا الشأن العام التي يتم نقاشها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد فشل المساعي الأممية حول تقاسم موارد الحديدة بين الشرعية والانقلابيين، أثيرت قضية ربط الفروع بالمركز لتظهر على السطح مخاوف من عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها بموازنات واحتياجات المحافظات، بالإضافة إلى القضية الرئيسية التي تركز على ضرورة ترتيب أوضاع المناطق المحررة وربطها بمركز ودورة مالية واحدة. اتهم محافظ البنك المركزي حافظ معياد السلطات المحلية في محافظتي مأرب والمهرة برفض توريد إيرادات المحافظتين إلى البنك المركزي بعدن. بيان معياد الذي أطلقه للرأي العام عبر صفحته في موقع الفيسبوك، والذي لم يوجهه لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو البرلمان كجهات خاضع لقراراتها، أكد فيه أنه لا يستطيع مواصلة العمل في موقعه إلا إذا تم تحويل إيرادات المحافظتين. بعد بيانه الذي عكس ردود أفعال متباينة وأشعل صراعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عاد محافظ البنك المركزي بتوضيح آخر استغرب فيه من توظيف تصريحه ضد الشرعية ومحافظة مأرب وسلطتها المحلية، مؤكدا أنه تم الاتفاق بالفعل على ربط فرع البنك في مأرب بالمركز الرئيسي في عدن وبإشراف مباشر من قبل محافظ مأرب. وبحسب الوثيقة التي نشرها معياد، فإن الاتفاق بين محافظ مأرب ومحافظ البنك المركزي على الربط بين الفرعين تم قبل أسبوع من البيان، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة والاستفهامات حول الهدف من نشره، خصوصا وأنه قد يتسبب بإحداث هزة في قيمة العملة المحلية التي لا يزال استقرارها هشا وغير مضمون. بين ضرورة ترتيب إدارة المناطق المحررة وملفها الاقتصادي لإنقاذ العملة الوطنية، وبين مخاوف التوريد للعاصمة المؤقتة عدن التي تعيش انفلاتا أمنيا وتعج بالتشكيلات العسكرية المناوئة للشرعية، انقسم الرأي العام. فهل تستطيع عدن العاجزة عن استقبال رئيس الجمهورية واستضافة جلسة للبرلمان، انتزاع صلاحيتها واستعادة دورها كعاصمة لكل اليمنيين ولو مؤقتا؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي عبر الأقمار الصناعية من مأرب الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي. أهلا بك سيد محمد. إذا اللغط كبير واسع أثير مع بيان محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالربط مع المركز الرئيسي في عدن، بنك الفرع البنك في مأرب بالمركز الرئيسي في عدن، دعنا نبدأ بإعطاء صورة للجمهور حول طبيعة كيف تسير الدورة المالية للبلاد. سيد الجمعي، يبدو أن التواصل مع السيد الجمعي لم يعني هناك خلل فيه،
إذن كانت هناك كما تابعنا مشاهدينا الكرام هذه التصريحات من محافظ البنك المركزي حافظ معيد، الذي قال عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحته الرسمية، قال: لا يخفى عليكم أن هناك حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها ميليشيات الحوثية ضد شخص محافظ البنك وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني، لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف إلى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن، ويستمر بالقول. وهنا نؤكد التأكيد على أولا أن قبول بالمهمة الموكلة إليه كانت لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحلول دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبئ عن وقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها، وتحدث على أنه اشترط في حين أن يكون العمل واضح وشفاف، وأن ما قام فيه لم يخرج عن مضمون هذا الاتفاق. تحدث ثانيا على أنه يؤكد أنه لا يستطيع البقاء في العمل إلا إذا تم جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن. وثالثا قال أنه يطالب الأخوان الذين انزعجوا من طريقة إدارة المعركة الاقتصادية تولي المهمة، وهم جاهزون لتسليمها في يعني لتوفير الحملات الإعلامية إلى آخره، وأنه يضع مصلحته أمام يعني يجب أن يضع مصلحة 30 مليون يمني قبل أي شيء آخر. في المقابل كان هناك بعد ذلك تصريح له أو نشر أيضا على صفحته في الفيسبوك أنه بناء على توجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي تم العمل على ربط فرع البنك المركزي بمأرب بفرع البنك المركزي الرئيسي بعدن وبإشراف مباشر من قبل لواء سلطان العرادة. هذا الأمر أثار جدل شديد على وسائل التواصل الاجتماعي. إذن أرحب الآن بمن ينضم لي عبر الأقمار الصناعية من مأرب، السيد محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي. أهلا بك أستاذ محمد، هل الصوت واضح؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن لغط واسع أثاره ما نشر على الصفحة الرسمية لمحافظ البنك المركزي حول ربط البنك المركزي في مأرب بالبنك المركزي في مأرب والمهرة وكذلك بالفرع الرئيسي في عدن. هل لك أن تضعنا وتضع الجمهور بداية بالأصح فيما يتعلق بكيفية كيف تسير الدولة المالية للبلاد؟ لم يبقى شيء ليقال من المتخصصين بعد أن نشر حافظ معياد الغسيل في صفحته على فيسبوك، وهو دائما يفعل هذا في المرة السابقة عندما تم يعني الحديث عن صفقة محمد زمام محافظ البنك السابق، وكان يمكن هنا أن يلتمس لحافظ معياد أنه ليس جهة تنفيذية وإنما جهة استشارية وتقدم آراء وربما عجز عن الوصول إلى أذن الشرعية بشكل جيد، فأحب أن يقول ذلك على الملأ هذا إذا ما أحسن الظن، وإلا فهي في أسوأ الأحوال بادرة سيئة أن تناقش مثل هذه الأمور في الفيسبوك وعلى صفحة رجل هو الرجل الأول الآن في على رأس بنك البنوك، ويستطيع أن يلزم وأن يقوم بهذا الموضوع، خاصة وأنه بعد ساعات من المنشور السابق نشر منشور في صفحته في الساعة الواحدة ليلا تقريبا، وعرض في منشوره النص الاتفاقية أو النقاط التي تم الاتفاق عليها مع محافظ مأرب، وهذا الأمر يعني وضع على غطا كبيرا في سياق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها أيضا. لكن دعنا في البداية نتحدث عن الآلية التي تدار بها أو يسير فيها الدورة المالية للبلاد. كيف بالوضع الحالي؟ هل كل الأمور تجري على ما يرام؟ في الحقيقة ما تزال معظم البنوك الفروع البنك المركزي في الجمهورية كاملة ليست مرتبطة ببنك المركزي في عدن، سواء تلك التي تمردت أو تلك التي لم تفتح بعد بكامل الصلاحية وبكامل الأعمال المناطة بها، غير البند الرواتب والذي يعتبر هو فقط بند واحد من البنود التي يقوم بها البنك المركزي أو فروع المركزي في المحافظات. إذا ما أتى الحديث عن مركزي مأرب فهو ربما المنعطف الخطير الذي
قاده مركز مأرب هو التمرد الذي أحدثه على مركز صنعاء قبل عدة أعوام، عندما كانت هي الخطوة الأولى في تحرير النقد من أيدي الشرعية من أيدي الانقلابيين وتحويله إلى أيدي الشرعية، وذلك عندما تم فصل النظام عن مركز صنعاء، وكان قرار قوي جدا وشجاع، وهو الذي صنع هذا التحول، وربما أسهم في بعض الإشكالات في جانب السيولة وغير ذلك، لكنه أيضا أسهم بشكل كبير في تحويل الصورة لصالح الشرعية بشكل جيد. طيب بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، وبعد أيضا مسألة الحديث على الحسابات الخارجية للبنك المركزي، هل اكتملت هذه النقاط فيما يتعلق بأن هناك تغير حدث منذ أن تسلم معياد تولى مهام مسؤولية محافظ البنك المركزي؟ دعنا نكون منصفين. حافظ معياد قام بخطوات جيدة في حتى اليوم، وهي خطوات أضرت بالانقلابيين وبدأت بحصارهم وبدأ بالضغط عليهم بشكل كبير جدا من خلال توجيه الرسائل إليهم، التهديد بالتعامل معهم بشكل يليق بمتمردين في هذا المجال بشأن العملة، بسحب التراخيص، في أشياء كبيرة جدا قام بها ونجح وضايقهم. وصل إلى لحظة من اللحظات يكتب في الفيسبوك، وهي لحظة لم نكن نتوقعها من حافظ معياد، اللحظة التي ربط فيها بين الحملات الإعلامية ومطلب هو يحتاجه الناس جميعا بما فيهم محافظ مأرب شخصيا ومحافظ المهرة. من يريد أن تتكدس الأموال لديه وأن يصبح عرضة للنقد والسخط وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يمد يده على حساب الحكومة؟ كان الفشل في موضوع الربط الإلكتروني مع بنك عدن بسبب عدم انتقال السويفت إلى عدن، ثم عدم ربط البنوك المؤسسات المالية الدولية بالبنك المركزي في عدن، وما تزال مشكلة حاصلة حتى الآن، كانت هي المشكلة، وهي أيضا تابعة للمشكلة الأمنية التي سببت أو أوقفت نقل الأموال إلى عدن، لأنها البنك المركزي في عدن لن يستطيع بعد ذلك أن ينقل أموال إلى مأرب كمستحقات أو غيرها. أصبح الرئيس والنائب وغيرهم يديرون حساب الحكومة بأوامر من البنك المركزي، ولا أعتقد أن في هذا خلاف. حتى الآن لا أحد يستطيع أن يفهم لماذا أكد حافظ معياد على شيء مؤكد، ولماذا هدد بالاستقالة على شيء يستطيع أن يفعله بدون استقالة. ويعني الملابسات غير واضحة في نهاية المطاف حول لماذا، ما الذي دفع معياد غير واضحة للقيام بهذه التصريحات. أنا تواصلت مع ناس. نعم، نحن تواصلنا لماذا كتب وفي الليل نفى وقال أيضا أن وأوضح أشياء كثيرة. ما دلالة ربط محافظة المهرة بمحافظة مأرب، وهي المحافظة التي تمثل الآن رمز الشرعية، وتلك أيضا تمثل رمز الشرعية. ننتظر منك إجابات. إذا كان يوجد فساد هنا أو يوجد فساد هنا، أنا لا أستطيع حسب ما لديك من معلومات طبعا. على هذه المواضيع تفوق معلوماتنا بكثير. تحدث حافظ معياد حول فساد محمد زمان في ذلك الوقت، وتحدثت معكم أيضا في قناة بلقيس حول استغراب الجميع من عمل مثل هذا. هل كان حافظ معياد ينتظر قرارا ما؟ وبالفعل حصل على قرار محافظ البنك المركزي. هل ينتظر حافظ معياد الآن قرار آخر ما الذي يريده ليكون حتى يضع مثل هذا الكلام في صفحته؟ هل هناك، والذي نتخوف منه وحلله كثير من المحللين الاقتصاديين، هل هناك بادرة بوادر سيئة لهبوط العملة من خلال حديث يدور في الأوساط الاقتصادية عن فشل في التعامل مع السيولة الموجودة الآن الغير متوفرة سواء في صنعاء أو في المناطق المحررة، وبالتالي سيرتفع الريال في لاحقا، وهو بعد ذلك سيلقي اللوم على البنكين اللذين ما زالا يعملان عملا جيدا على تفاوت قدرات هذين الفرعين.
هذا ما نخشاه. يعني هي الأسئلة كثيرة وهناك مخاوف أيضا كثيرة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، لكن أنا أسألك الآن حول نقاط مهمة فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت للبنك المركزي خلال هذه الفترة أو للسياسة الاقتصادية للبلاد. يعني مسألة عملية الربط، لماذا تأخرت إلى الآن بحسب ما هو متوفر لديك من معلومات ما يتعلق مأرب والمهرة وغيرها أيضا؟ هي إجراءات فنية، وخلال تواصلنا مع مركزي عدن أو مركزي مأرب الجميع يقول هناك إجراءات فنية وستأخذ وقتها، والجميع يعني ربما أنتم وكثير من وسائل الإعلام تحدثت في الفترة الماضية عن أنه تم الربط، وكنا متفائلين جدا بالرغم من علمنا أن الربط يحتاج إلى وقت، وهي مسألة فنية ومسألة تحتاج إلى تقنية أكثر منها، وهذا مسألة يعني لا تحتاج إلى كثير من الوقت بحسب اعتقادي، لكنها ستأخذ وقتا ربما لهذه الأمور، ولكنها تحتاج إلى مصفوفة يعني ليتم ربط الأموال بالبنك المركزي. الجميع يناشد ويقول منذ فترة أن البنك المركزي يجب أن في عدن يجب أن تورد إليه كافة الأموال، وأن الجانب الأمني يجب أن يرافق هذا الانتقال، وكنا نتوقع أيضا ونظن أن الحكومة لديها سياسة معينة من خلال إبقاء قواتها أو توزيع القوة المالية أو الأمنية أو العسكرية أو حتى السياسية والتفاوضية، ويتبعها بعد ذلك الملف الخارجي، أنها توزعها على هذه الجهة وهذا المكان وهذا المكان، والبرلمان في سيئون والمركزي يعمل في عدن والإيرادات تأتي من مأرب ومن المهرة ومن كثير، يعني أن هناك سياسة ما. نفاجأ بأن هناك لغط يحدث وربما سوء فهم، وربما هناك من تتحدث من المقربين من حافظ معياد أن الذي أنزلها ربما المسؤول الإعلامي لصفحة محافظ البنك، وأن التحديد يعني التغير جاء بعد ذلك في الساعة الواحدة. نحن نأمل أن يكون لدى الرئيس أو المحافظ حافظ معياد محافظ البنك المركزي أن تكون لديه رؤية، وأن يكون أيضا استطاع يعني كانت لديه رسالة ما وقالها، لكن لا نحبذ هذا مرة أخرى. هذا الخبر لا يصب إلا في مصلحة الانقلابيين. طيب وضحت هذه النقطة، وربما يعني في الفترة الأخيرة بالأفلام نعم نعم. طيب دعنا نشك معنا في الحوار في هذه النقطة السيد عبد الواحد العوبلي الصحفي المختص وناشط المختص بمجال مكافحة الفساد. أرحب بك سيد العوبلي الذي تنضم لنا عبر السكايب من كوالالمبور، أهلا وسهلا. مساء الخير أخي وجيه، حياكم الله. إذن سيد العوبلي، يعني برأيك ما وضع سيد الجماعي في ما يتعلق بتأخر مسألة الربط مأرب بالبنك المركزي بعدن، هل هو منطقي؟ ما هي الأسباب التي تراها حقيقية تقف وراء تأخر ذلك؟ ومبدئيا احنا محتاجين نصحح مفهوم ربط مركزي في عدن ببقية الفروع. لا يعني الربط هو توريد النقود من مأرب او بقية المحافظات الى عدن عدن ونقدا حرفيا زي ما يقولوا. الموضوع هو ربط المنظومة المالية والتحكم بعملية الصرف ومراقبة الإيرادات وتسجيل القيود المحاسبية وإخضاع هذا كله لبنود الموازنة العامة للدولة وتطبيق الإجراءات المالية الخاصة بوزارة المالية اليمينية، مما يمكن الحكومة والبنك الممثلة بالبنك المركزي ووزارة المالية من التحكم والرقابة على حركة الدورة النقدية وضبط سوق العملة وما إلى ذلك. هذا المفهوم مهم ان احنا نفهمه قبل ما نخوض بمواضيع اخرى فيما يتعلق بالنقل وتوريد الاموال الى عدن ومن ثم اعادتها الى بقيه المحافظات وما ذلك. فمن هذا المنطلق احنا حنجد انه اخضاع ايرادات ونفقات محافظه زي مأرب او المهره او ايا كان معناه إزالة أو نزع التحكم أو نزع قدرة
السلطة المحلية أو النافذة داخل المحافظة من التحكم والسيطرة على موارد أو على الإيرادات القادمة، وبالتالي عدم قدرتهم على الصرف على ما يحلو لهم. لما حاليا الآن الصرف يتم بناء على خطة يضعها المحافظ أو بناء على أوامر من لنقول من الرئاسة، من نائب الرئيس، من رئيس الوزراء، بأوامر فردية خارج إطار الموازنة العامة للدولة. وبالتالي هذا الوضع قد يضر بناس معينين أو نافذين على الأرض، قد يعرقلوهم تنفيذ الاتفاق الذي صرح به حافظ معيد. طيب لماذا طيب تأخر هذا الربط أيضا؟ ومسألة أن يحدث الربط في نهاية المطاف وهناك اتهامات للشرعية بالفساد أيضا، هو يعني نوع من تمكينها من كل زمام الأمور في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ نعم، الربط بكل بساطة هو زي ما قلت أنت تحجيم الفساد وإزالة أو نزع البساط من تحت أرجله، وإخضاع كل ذلك لرقابة الدولة ورقابة الجهات القضائية والرقابية داخل الحكومة اليمنية. لكن بقاء الوضع كما هو حاليا بدون ربط معناه غياب المنظومة المالية للحكومة اليمنية وعدم قدرتها في مراقبة والتحكم من أين تأتي الإيرادات وأين يتم الصرف. وهذا الوضع سيقف ضده نافذين وأصحاب مصالح ليس من مصلحتهم أن يتم الربط وأن تخضع الأموال الدولة للرقابة والمحاسبة. هناك نافذين موجودين داخل المحافظات يتحكمون باقتصاد المحافظة. مثلا على سبيل المثال في مارب هناك من يتحكمون باقتصاد مارب وتصل إليهم هذه الإيرادات ويصرفون منها حسب أهواءهم بدون رقابة وبدون حسيب وبدون رقيب، ويقومون بإدارة ما يسمى عملية الصرف داخل المحافظة، ويقومون بالتحكم مثلا بعمليات بيع وشراء المشتقات النفطية كما هو حاصل في مارب، والإخضاع وكذلك التحكم بما يسمى السوق السوداء، وبالإضافة إلى ذلك القدرة على بيع وشراء أو الاستفادة من عمليات التهريب وكل العمليات الغير قانونية. لكن خضوع هذا كله لتحكم الدولة وتسجيل كل العمليات المالية التي تحصل داخل المحافظة يضع مصالح كل هؤلاء الناس تحت في خطر. ما رأيك سيد الجماعي؟ يعني الحديث عن مصالح في هذا الوقت، يعني أعتقد هناك اتهامات يعني ليس لها دليل، لأنه حتى السلطتين المحليتين في المهرة وفي مأرب لم ترد على هذا الموضوع، لأن هناك اتفاق، وذكره حتى محافظ البنك ذاته بعد ساعات من المنشور السابق الذي أيضا لم يوجه فيها الاتهام لهذين الفرعين. ولو كان هناك يعني تردد من هذين الفرعين لكان له قرار آخر، هو صاحب قرار يتخذه في هذا الموضوع. لكن كان واضحا من الموضوع أن هناك جهات عليا مثلا الرئيس أو رئيس الحكومة أو نائب الرئيس أو غيرهم يعني لم يسهلوا هذه العملية، أو لهم رأي في موضوع الانتقال، أو لهم رأي في موضوع ربط المنظومة. الموضوع لم يكن شكوى حافظ معياد بتقديم استقالته، لم يكن لأن هذا الطرف رافض أو ذاك الطرف رافض، بل أوضح أيضا بعد ذلك أن هناك اتفاق. لكن هو يبدو أنه يشكو من الحكومة، يبدو أنه ربما هذه المرة يوجه سهامه على رئيس الوزراء ويحط عينه في على منصب الرجل. لماذا لا؟ لماذا ليس هذا الموضوع؟ لذلك زميل عبد الواحد وهو يعني يفهم في هذا الجانب كثيرا
ذهب مع الزفة في هذا الموضوع، ومع أننا ممكن أن نقول في باب الاتهامات الأشياء الكثيرة ضد محافظة مأرب أو ضد محافظة المهرة، ولكن ليس بيد أحد أي دليل. يعني ونحن يفهم من كلامك أنه ليس هناك فساد في هذه المحافظات. تقزيم، أنت لماذا فهمت هذا الكلام؟ أقول يعني ليس هناك دليل على أي شيء يقال. نعم، أعود إليك سيد العوبلي، يعني في سياق الحديث ولك طبيعة الحال المجال للرد على ما تفضل به السيد الجماعي، لكن عندما نتحدث عن أن الربط تم فيما إذا حصل هذا الربط في لحظة من اللحظات وتم كما هو متوقع بعد تصريحات معياد نفسه خلال الفترة القادمة، وتمت السيطرة في عدن، هل عدن الآن مؤهلة أو مستعدة سياسيا وأمنيا أن تدير السيولة النقدية للبلد بأكمله، خصوصا مع يعني صورة الوضع الأمني فيها، الوضع العسكري فيها، خريطة القوى النافذة هناك؟ فقط للرد على الأخ محمد الجماعي، نحن لا نصدر اتهامات ولا نسير مع الموجز كما وصف، نحن فقط نوصف الحالة الحالية، لأنه الآن في اتفاق بين المحافظ ومحافظ البنك المركزي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة. هذا الاتفاق أبرم في 31/5 في مدينة جدة السعودية، وحتى اللحظة تم تكليف لجنة للقيام بعملية الربط، وحتى اللحظة من الواضح أنه لم يحصل هذا الربط. نحن بانتظار ما سيحدث على الواقع، المستقبل القريب سيكذب هذا الكلام أو يصدقه، وسنعرف ما إذا كان النافذين الذين تكلمت عنهم سواء هم داخل مأرب أو من الرئاسة أو من رئاسة الوزراء أيا كان، أنا لما أحدد نافذين بعينهم هو أشار إليهم، أو أنه زي ما يقول إيش مستعدين لاستقبال. طيب فيما يتعلق بنقطة النقل إلى عدن، قد يكونوا في أي مكان، فيما يتعلق بطبيعة الأوضاع في عدن، وهل هي يعني قادرة أو مستعدة سياسيا وأمنيا أن تكون إدارة السيولة النقدية للبلد كلها فيها مع طبيعة الوضع الأمني والعسكري فيها؟ الحكومة موجودة في عدن وتمارس مهامها من عدن، والرئيس الوزراء موجود في عدن من بداية العام، ولا أتصور أن هناك مشاكل. فقرار أن تبقى عدن هي المسيطرة ومتحكمة بإدارة السيولة النقدية داخل البلد، هذا القرار يتخذوه المسؤولين المشرفين على هذه العملية، ويمكنهم إذا وجدوا عدن غير آمنة أن ينتقلوا إلى محافظة أخرى، ممكن تكون مأرب نفسها أو حضرموت أو أيا كان، لإدارة العملية. وأكرر مرة أخرى، التحكم من عدن ليس معناه نقل الأموال حرفيا من المحافظات إلى عدن، وإنما إدخال كل الأموال أو كل عمليات الصرف و توريد يعني هي الامر المساله واضحه، هو المساله ايضا هي مشابهه لما حدث من صنعاء الى عدن، وهذه الامر يعني هذا الامر كان صعبا وكانت ضربه لميليشيات الحوثي، يعني هذا الامر واضح اهميته، هناك اهميه لو ليس فقط وجود المال فيزيائيا يعني او الوجود المادي للمال. طيب دعنا نرحب في من ينضم لنا الان عبر الهاتف، رئيس مركز الاعلام الاقتصادي سيد مصطفى نصر، أرحب بك أستاذ مصطفى. في سياق قضية الربط مأرب بالبنك المركزي بعدن، مأرب والمهرة أيضا كما تحدث محافظ البنك المركزي، كيف تقرأ آخر التطورات؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة أن هذه الأزمة التي أو التصريحات وما تلاها من فرقعة إعلامية أخذت بعد المناكفة الإعلامية والسياسية، موضوع ربط البنك المركزي في المأرب والمهرة،
في تصوري أنه بالنسبة لي غير مفهومة هذه الزوبعة كلها، بداية بتصريح محافظ البنك وأيضا بنفيه أيضا للمعلومات التي أوردها بعد ساعات، ولا سيما أن هناك كان اتفاق بأن يتم الربط، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في مسألة الربط أصلا. يعني الموضوع في تصوري موضوع فني ويتعلق بإدارة البنك المركزي لفروعه، وأيضا ربط كافة الفروع التي تتبعه شبكيا، وبالتالي عمل يعني تفعيل المنظومة العمل البنك المصرفي في إطار يعني منظومة واحدة، هذه مهمة للاقتصاد اليمني. وكان هناك مفاوضات كثيرة خلال الفترة الماضية، بل يعني اجتماعات، وأعتقد أنه لا توجد إشكالية كبيرة. الجديد في الموضوع هو موضوع التصريح المفاجئ، وأيضا والعودة عن التصريح في الحقيقة قضية غير مفهومة. البعض يفسر هذه المسألة بأنه ربما أراد محافظ البنك المركزي استباق يعني فشل معين في إنجاز بعض المهام في إطار البنك المركزي، أو أنه مغازلة لأطراف خارجية. في الحقيقة يعني من غير الواضح حتى الآن ما هو التفسير لنشر هذه المعلومة ونفيها خلال وقت. ما هي أبرز الأسباب التي يمكن فهمها أنت يعني من ناحية الاقتصادية؟ لماذا يمكن أن يحدث ذلك برأيك؟ أم أنها مراوغة سياسية قد ترى كما يذهب آخرين؟ أنا أشرت أن المرجح حقا لمصادر في البنك المركزي أشارت إلى أنه قد يكون يعني استباق لفشل معين، لا سيما وأنه بدأت سعر الريال يتدهور مؤخرا، والبنك المركزي يواجه صعوبة في مسألة يعني ضبط السياسة النقدية، لا سيما وأنه جماعة الحوثي منعت البنوك الواقعة تحت سيطرتها من التعامل مع البنك المركزي في عدن، وأيضا هناك إشكالية يواجهها البنك المركزي فيما يتعلق بكاك بنك الذي حتى فرع عدن ما يزال يعني موظفيه يتلقون أوامرهم من كاك بنك في صنعاء الذي لم ينقل رسميا في الحقيقة، لأنه يعني تم تعيين مدير تنفيذي من قبل الحكومة، لكن من الحكومة في عدن، لكن أيضا كاك بنك كأكبر بنك حكومي ما يزال إدارته في صنعاء وفقا لما تطرحه مجلس إدارة كاك بنك، وبالتالي تم عملية نقل السويفت، لكن أيضا كإدارة وككثير من أنشطة البنك ما تزال في صنعاء. فبالتالي كما قلت يعني هناك احتمالين كما ذكرت لهذه التصريحات، ويعني قد يكون هناك أشياء خفية لا نعلمها، لكن يعني إجمالا هي يفترض أنها لا تأخذ هذا البعد من التصعيد، بمعنى أنه إجراء يفترض أن يدار في إطار الحكومة، لابد من مسألة الشفافية ومسألة أيضا يعني تفعيل مؤسسات الدولة ووضعها في منظومة سياسة نقدية واحدة، وهذا أكدنا عليه. يعني بالدرجة الأولى لابد أن تكون كل فروع البنك المركزي في إطار شبكة واحدة، وبحيث يكون هناك يعني وضع سياسة نقدية ملزمة للجميع. ولا أعتقد أن هناك مشكلة وفقا للتصريحات المعلنة حتى من كل الأطراف الآن، أنه لا توجد مشكلة في هذا الجانب، لكن يعني أيضا يفترض أن يكون دور وزارة المالية هنا دور قوي وفاعل. وفي الحقيقة أن هناك يعني حالة من التشتت في إطار مؤسسات الحكومة كلها. يعني كثير من المؤسسات الموجودة سواء كانت في عدن أو في مناطق أخرى في المحافظات لم تورد مبالغها. أيضا هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بالمسألة الاقتصادية في موضوع
إيرادات الموانئ، وأيضا في توحيد حتى توحيد النسب الضريبية والجمركية في الموانئ. تخيل أن كل ميناء الآن لديه يعني ضريبة مختلفة، عدن يختلف عن حضرموت وهكذا، وأيضا أسعار متعددة، ويظل يعني كل الآن البضائع لا تصل إلى اليمن وإنما تذهب إلى موانئ صلالة في عمان، وبعضها إلى جدة، وبعضها إلى جبل علي وهكذا. ففي تصوري أن الاقتصادية كلها والملف الاقتصادي بأكمله بحاجة إلى فعلا ترتيبه، ويرتبط أيضا بكل تأكيد بموضوع الاستقرار السياسي والأمني، وأيضا حضور سلطة وقوة الحكومة ووجودها وفرض سيطرتها على كافة المؤسسات التابعة لها على الأقل. بالحديث عن هذا الاستقرار فيما يتعلق بالنسبة للحكومة، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد مصطفى النصر. أعود إليك سيد الجماعي، يعني هناك ما يشبه الإجماع على مسألة ضرورة أن تكون السياسة النقدية موحدة، لكن أنت أشرت إلى مسألة مهمة في بداية الحديث على أن البنك المركزي في فرع مأرب هو أول من قام بفك الربط عن البنك المركزي في صنعاء في سياق ما بعد ما حدث مع ميليشيات الحوثي واجتياحها للعاصمة. سيد الجماعي هل تسمعني؟ سيد الجماعي، سيد الجماعي، إذا أعود إليك أستاذ مصطفى نصر. في هذا السياق عندما نتحدث عن الشفافية، أنت قبل قليل تطرقت إلى الشفافية، قلت أن الشفافية مطلوبة في هكذا وقت، لكن عندما نتحدث على نشر مثل هكذا موضوع على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بما قام به معياد، سواء يعني بعد هذا التعديل أو بعد التصريح الذي ناقض البيان الأول، أو في حال كان البيان الأول على ما هو عليه، هل الأمر هذا مفيد للاقتصاد الوطني؟ هل يعني سيدفع إلى استقرار العملة وربما تحسنها؟ لا بد أن نفصل بين شيئين. أنا تحدثت عن الشفافية في موضوع الشفافية في موضوع الإيرادات والنفقات وعمل المؤسسات، وأن تعلن عن الإحصائيات والتقارير السنوية الخاصة بأنشطة هذه المؤسسات. لكن فيما يتعلق بالتصريح الأخير، هذا كان فيه تلويح بالاستقالة، يعني وفيه يعني كان حديث واضح بأنه هناك حملة إعلامية تستهدف محافظ البنك المركزي على خلفية ربط فرعي مأرب والمهرة. وجه الاستغراب أيضا كان وما يزال هو من الجهات التي قامت بهذه الحملات، وأرفق طبعا محافظ البنك المركزي فيديو جرافيك حول إحدى نماذج هذه الحملات. لا أعرف أين نشر هذا الفيديو المجمع، يبدو فعلا وهو يستهدف عدة أشخاص ما فيهم محافظ البنك المركزي، لكن أنا كمراقب لم ألاحظ أن هناك حملة استهدفت محافظ البنك المركزي في الأيام الأخيرة، بل بالعكس كان هناك ارتياح إلى حد ما في بعض الإجراءات التي اتخذت قبل أشهر في مسألة ضبط يعني وعملت على تهدئة السوق في الطلب على سعر الدولار والعملات الأجنبية بعد ما تم التأكيد في مسألة بيع العملة بسعر أقل من قبل البنك المركزي. يعني هناك كما قلت يعني هناك غموض في هذه التصريحات، ما المغزى من وراها، وأنا وهذه ربما التساؤلات لابد من الإجابة عليها فيما يتعلق ربما بتصريح من البنك المحافظ البنك المركزي أو عن البنك المركزي. أشكرك على كل حال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أستاذ مصطفى نصر، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى السيد عبد الواحد العوبل الناشط في مجال مكافحة الفساد الذي هو معنا عبر سكاي من كوالالمبور. سيد العوبل، يعني في سياق الحديث عن التحديات الاقتصادية للبلاد، الوضع الاقتصادي للبلاد، ما هي أبرز النقاط التي يجب العمل عليها الآن في سياق تحسين هذا الوضع، في سياق يعني ما الذي يجب أيضا على الناس الاهتمام به الآن؟
موضوع ربط الإيرادات وإخضاع جميع إيرادات الدولة لتحكم البنك المركزي والأدوات النقدية للحكومة موضوع جوهري وأساسي في لإنقاذ اليمن، لأنه نحن الآن على مشارف انتهاء الوديعة السعودية التي خصصت لدعم الريال اليمني، وبمجرد انتهاء هذه الوديعة سيشهد الريال انهيارا مجددا ما لم تتمكن الحكومة من تغطية هذا العجز بإيرادات الدولة المتمثلة في تقريبا 30% من إيرادات الدولة تتمثل بالنفط والغاز، و70% من إيرادات أخرى عبر الجمارك والضرائب وإيرادات الموانئ والمطارات. فتمكن الدولة من تغطية العجز من العملة الأجنبية لحماية الريال اليمني مهم جدا قبل أن تنفذ الوديعة السعودية، ما لم سنضطر ستط أو ستضطر الحكومة إلى الاقتراض مجددا. مهم أن طيب، نذكر يعني أن الحكومة في هذه الوديعة النقطة مهمة السعودية سيد أصلا العوبلي، يعني أنا التزام أسألك الآن فيما يتعلق بإيرادات الدولة من النفط والغاز، وأنت تتحدث عن قرب انتهاء الوديعة وعدم وجود سيولة لدى الحكومة وما شابه، هل الحكومة مسيطرة على هذه الإيرادات تستطيع صرفها؟ لأن المعلومات حول ذلك غير واضحة. المعلومات غير واضحة ولم يتكلم عنها حافظ معيض. حافظ معيض نشر المنشور الأخير في فيسبوك وتكلم عن إيرادات المهرة ومارب، ونحن جميعا نتساءل ماذا عن بقية المحافظات؟ هل الوضع، هل نعتبر أو هل نفهم أن الوضع في بقية المحافظات سليم وتمر الأمور بسلاسة ووفق النظام والقانون؟ رغم أننا نعرف أن حتى اللحظة لا تزال هناك أموال تحول إلى حساب خاص بالحكومة اليمنية داخل المملكة العربية السعودية من إيرادات نفط حضرموت. فما هذا السؤال يجب طيب أن دعنا نشرك يوجه إذا، يعني إلى دعنا نوجه هذا السؤال محافظة للسيد البنك المركزي. الجماعي. أشكرك على كل حال سيد عبد الواحد العوبلي الناشط في مجال مكافحة الفساد، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. بالعودة إليك سيد الجماعي، وأرجو أن يكون الصوت واضحا هذه المرة، يعني في سياق إيرادات النفط والغاز الموانئ أيضا، الكثير من الحديث عن أن الحكومة إلى الآن ليست ممكنة من هذه الموارد، كيف هو الوضع؟ ما المعلومات لديك؟ من قبل من الذي لم يمكن الحكومة؟ هناك حديث على أنها يعني لا زالت بيد دول التحالف، هناك حديث عن أبو ظبي عن الرياض في سياق عرقلة وصول كافة الموارد وتمكين الحكومة اليمنية منها. لم أسمع تفاصيل السؤال، لكن فهمت ربما أنك تقصد أن الحكومة يعني محاصرة من الخارج أو من الإقليم أو من دول التحالف. تفضل. هل هذا ما تريد قوله؟ سيد الجماعي، كنت سألتك بخصوص إيرادات النفط والغاز والموانئ، هل لدى الحكومة القدرة الكاملة على التحكم فيها في سياق تحسين دور الاقتصاد، الدورة الاقتصادية للبلد، في سياق تحسين وضع البلد الاقتصادي؟ الصوت واضح لديك سيد محمد؟ هناك خلل واضح في الصوت إذا لوصوله إلى السيد محمد الجماعي عبر الأقمار الصناعية من مأرب. إذا الشكر له على تواجده معنا في هذه الحلقة، وهو يعني في نهاية، يعني وصلنا إلى نهاية توقيت هذه الحلقة والوقت المخصص لهذه الحلقة. على كل حال أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، والشكر موصول إلى جميع الضيوف الذين كانوا معنا اليوم في هذه الحلقة. هي التحيات لكم مني أنا وجيه السمان ومن الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.